زماننا قد اكتمل، والحب منكم لنا وصل، والعز زاد والليل زال والفجر بعد الدجى أطل. وتلك شخصية البطل، وتلك شخصية البطل، روح الشباب لها انتسابي، بها فؤادي قد اتصل. هم الحماة، هم البناة، هم الرجاء، هم الأمل. وتلك شخصية البطل، وتلك شخصية. في الحلقة الماضية انتهت مسابقة كلمات ونقاط اللي شيطولي فيها ريقي، ولو تلاحظوا صوتي متغير في الحلقة هذه. والنتيجة العامة زي ما تعرفوا في مصلحة فريق الفتية اللي أزاح السراة من القمة، وفريق الغيث ما زال ما شاركش في صراع القمة. هل ممكن تتغير النتيجة اليوم في مسابقة خمن ما في الصندوق؟ وشنو اللي في الصندوق أصلا؟ تابعوا معنا الحلقة الممتعة اللي حيكون فيها أيضا حديث جميل عن التربية وأهميتها وتأثيرها في المجتمع. وتلك شخصية البطل، وتلك شخصية البطل. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في لعبة جديدة من شخصية البطل. انتوا بديتوا اكيد تعرفوا الفرق وتعرفوا الالعاب، لكن ما تعرفوش شن فيه في الصندوق هذا. اليوم لعبتنا خمن ما في الصندوق. بيطلع اللعبة هذه المفروض كل واحد من المتسابقين يحط ايده في الصندوق هذا ويعرف شنو اللي قاعد في الصندوق. لو عضات الحاجة اللي في الصندوق احنا مش مسؤولين عليه، انتوا حتوقعوا كلكم باذن الله انكم متنازلين على حيواتكم. احنا عندنا اطباء معنا في الفريق، هم وقعوا اوريدي. اوكي، المخرج يقول ان هم وقعوا عليه التنازل على حيواتهم. وتلك شخصية البطل. الفريق الاول، فريق الفتية الابطال، من سيخرج لهذه اللعبة؟ انس. انس والله نحبك، انا خايف عليك. عليك ديون ولا حاجه يا انس؟ وخر شويه. ما تشوفش في وسط الصندوق. نشوف من حاول ما تشوفش، دخل ايدك. لو هربت منك ولا حاجه حاول تتبعها، لكن ما تشوفش الصندوق. انت تشوف فوق او تشوف لجماعتك، ما تشوفش الصندوق. واحد، اثنين، ثلاثه، جو. اللهم سلم سلم، اللهم سلم. دورها كويس، مرات تكون هربت. بسم الله، ما تطلعهاش لما تلقاها، ما تطلعهاش. يا تطلعها؟ لا ما تطلعها، حول ايدك، طلع ايدك. قلنا شن هي؟ استنى، ما بالك في حاجه ثانيه. لا هي حاجه واحده بس، هذا ديلها غالبا. هاي قول شن هي بسرعه يا انس. لا ندور بالك مدحي نط هي فوق هذا. شن هي؟ شن هي الحاجه؟ ما تشوفش في الصندوق. لا لا ما تطلعهاش. شن هي؟ فرشة التلوين. فرشة التلوين، فرشة يعني مش عقرب ولا حنش. لا انس قال انها فرشة التلوين، والإجابة هذه صحيحة، هي فرشة التلوين. إذا يحصل الفريق على هذه الجائزة. علي أحمد أول شيء نور. وتلك شخصية البطل. إذن فريق الفتية خمن هذه الفرشاة بتاع التلوين. نشوفوا حظ فريق الغيث. فريق الغيث من منكم يتقدم؟ عبد الرحمن. كويس أنا جبت واحد صيدلي يقدر يعالج نفسه لو لدغاتها ولا حاجة. من فضلك ما تشوفش الصندوق، خلي راسك فوق، شوفه بعيد. لو تتكلموا معاه هو خاسر. واحد، اثنين، ثلاثة، جو. شوف فوق، ما تشوفش الصندوق. الكاميرا تراقب فيك، ما تشوفش الصندوق. بسم الله، ما تطلعهاش. قال لي ما تطلعهاش، المسها بس من غير ما تطلعها. بسم الله، ما لقيتهاش؟ لو ما لقاهاش هربت. هي تخاف من البشر، تهرب. قاعده فوق فوق. لا 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 والله لا متساهل معهم جدا. بعدين هي تتحرك، كيف تقولها في مكان؟ لقيتها؟ لمستها؟ شي مقهر ملمسها هيك زي الفأر صح؟ خلاص لو طلع ايدك ما تشوفش الصندوق. بس بالعرفه. اوكي استنى، مش هي اللي لقاها هاي. خلاص يدين الزوج. لا قلت يد واحده. مش هي. اسكت، قلت يد واحده. والله اذا غلط قال ما هيش هي. لا لا الفريق قال ما هيش هي ورد. الفريق يخسر درجه. لا 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 لا. إذن بسبب محاورة الغش من فريق الغيث، والغريبة أن الشيخ علي رجل فاضل وشيخ وإمام، لكن يتورط في محاورة غش. قول لله يا علي، قول لله. منك درجة في فارق يا رجل. وتلك شخصية البطل. عندي سؤال.
نعم. اللي حاطينه موكلينه كويس ولا؟ هذا موكلينه كويس. هذا والله يا شباب أنا آسف جدا لو صار لكم أي شيء. أنا أخلي طه تفضل. الله يبارك. طه من نالوت. طه من نالوت من جبل. فالضب والحنش والعقرب وكذا معنا دور مغادي بفضلك تعال هنا. هو قيس يدور لنا في ما عنداش معاه مشكلة. طه من فضلك ما تشوفش في وسط الصندوق. أرفع راسك فوق. أنت ليبي حر. وحط إيدك أنا إيد واحدة بس. وما تطلعش الحاجة من الصندوق. إذا لقيتها نقدر نستخدم زوزة يادي. لا بيد واحدة حاول تخمن شن هي. بيدك الشمال لحظة بس. بسم الله. اللهم سلم سلم. طبعا شمال نقدر حرك بيباه. حرك زي ما تقول أعوذ بك من التمات من شر ما خلق. أرفع راسك. هي حتدورك غالبا. هي حتجيك فوق. هاي بسم الله. هي قريبة على السطح. ما فيش داعي دخل إيدك هلبة. هي طلعت لك على السطح. بسم الله. بسم الله. ما تطلعهاش. بسم الله بسم الله. ما تضغطش عليها هلبة. ما تضايقهاش. بيوت ورص أنا إصابة. هذا عمك. هذا عمك. ما تديري له شيء. هي مية بها. جود مان. هذا راسك فوق. خلاص نقولها. قول. حطها رط. ورص حط رط. انتبت بس بها. واحد خلاص حطها رط. عرفت انت. هاي ثلاثة. هيا أربعة خمسة. أغل القفاز. قفاز إجابة صحيحة. وتلك شخصية البطل. إذن ثلاثة فرق خمن منهم طه وخسر منهم بسبب الغش فريق الغيث. والله ما غشيت. ولم يخمن فريق وخمن أيضا فريق الفتية. محاولة ثانية لفريق الفتية. الشيخ أيوب يتقدم واثق الخطوة يمشي. أيوب ما نشوفوش في وسط الصندوق بعض إذنك. نقيم راسنا فوق وندخلوا إيد واحدة. واحد اثنين ثلاثة جو. ما تشبحش داخل الصندوق وحاول تشبح فوق أو تشبح لفريقك بس ما يكلموكش. لا تفضل. هاي حط إيدك. ما نبي فيهم شيء إن شاء الله. فوق ما تشبحش. يلا بسم هاي. الله إن شاء الله ما يعضكش. يا رب. بسم الله. اللهم سلم سلم. بسم الله. اللهم سلم سلم. شوية ما تشوفش لوطة. قدامي. مازال ما لقيتهاش. هي لقيتها. مازال تحاول تخمن شن هي صح؟ كأنك لقيتها. ما تعضش قطعا. ما تعضش. شن هي ترى؟ ما تطلعهاش زي ما هي. شن هي ترى؟ صلصال. تسأل فيا انا ولا جاوب شني؟ صلصال. حاول طلع ايدك. قال صلصال. صلصال او طينه او شيء كذا. صح صلصال. تكبير. الله اكبر. تعال على اللي ممكن يدور فيها. دور يا شيخ. وتلك شخصيه البطل. من تختاروا فريق الغيث من فريقكم؟ انا اتوقع الله. صدقني قيس حيوان. لاحظوا كلهم يختاروا في الشيوخ باعتبار انه لازم يكونوا قايلين اذكارهم وكذا. انا بعرف هو عبد الروف. انت تعرف بدي تعرف اللعبه. ما تشوفش في داخل الوحده. راسك فوق بعد اذنك وحاول تلمس بس وما تطلعش ايدك. قلنا شن في الصندوق. توكل على الله. المسها بهدوء. القاها. شوف فوق ما تشوفهاش. عندك سبعة دقائق وثلث بعدين تطلقها. ما تطلعهاش وتقول لنا شن في الصندوق. قول لنا اطلقها من ايدك. اشبح لي حساب اعرفها. قالك ما صارش. ما نعرفش. ما تشوفش زملائك. ساده ما الساعه جت والوقت والوقت. غريب انت شيخ وما تعرفهاش. ما تكتبش بالدواء يا حذيفه. ما تبحتش. ما تبحتش تحت يا حذيفه. انت ما توطيش راسك. ما توطيش. قولنا شن هي لعبة. ربما لعبة شن؟ مغناطيس أو لعبة؟ لعبة بقى. شن لعبة؟ طلع كرة قدم بقى. لعبة مستطيلة. ما عندكش أي تخمين لها؟ لا يساعد شن. تفضل. اللعبة المستطيلة اللي ما أعرفهاش عبد الرؤوف هي دومينو. لعبة. وتلك شخصية البطل. طيب اعطونا فريق السرايا. تكون تختاروا. يا الله. الشيخ احمد رضي الله عنك وارضاك. ناري بعده. الشيخ احمد انت بدأت تعرف اللعبه. ايه. لو ترفع كمك شويه احسن.
بتحط ايدك وما تبيش تشوف لوطة تسمينا شنو هو. يا سلام عليك يكون احسن ما تشوفش لوطة. شاري وردك هو. بسم الله باذن الله. اللهم سلم سلم. اي عضتني. ايوه تبي نقول لك لثام ولا كمامة ولا ماسك؟ يا سلام يا سلام. اعجبني انه قال كمامة وما قالش كمامة زي ما يقولوا العامة. ما شاء الله انت عبقري. نقطة لعيون قيس. وتلك شخصية البطل. وتلك شخصية البطل. اليوم معنا فريق الفتية وموضوعنا هو موضوع التربية. ومن أول ما وصلنا للتصوير كان أنس يقول لنا يا شباب ديروا لنا حلقة على التربية، يا شباب كلمونا على التربية، يا شباب تفضل يا أنس. تكلموا على التربية تفضل. أخونا أنس عنده مشروع، هو مهتم بمشروع سميته مشروع الإصلاح، صح؟ إصلاح تربوي. احكي لنا على مشروع الإصلاح التربوي اللي قائم بيه. هو بنستغل قصدي مستثمر الجلسة هذه حوارنا ندير دعاية للمشروع. مشروع الإصلاح التربوي بدأنا فيه هنا ومجموعة من الشباب يعني قبل 3 سنوات تقريبا. في مدينة الزاوية ولا في ليبيا عموما؟ لا متاح للجميع أونلاين، هو بدأ أونلاين فعندنا يعني مشاركين و ومتابعين من جميع انحاء العالم. الله. الحمد لله جميع انحاء العالم. ايه الله يبارك. ايه فبدانا اول شيء بمجموعه صغيره هيك نديروا في حواريات، حواريه نستضيفوا فيها ضيف متخصص في مجاله ونتكلموا معه زي نظام البودكاستات العاديه. جميل. هذه فبعد ما مشينا فتره هيك فتره سنه تقريبا لاحظنا شيئين، ان احنا يعني الاعضاء المشروع نفسه اكثر شيء مهتمين به هو التربيه. ولاحظنا ايضا ان التربيه يعني ثغر كبير في الأمة وفي بلادنا، وثغر بطول نفس صحيح ما هوش حاجة بسيطة ممكن تشبح نتائجها بعد يوم يومين ثلاثة. فقررنا أن نتخصصوا في بدل ما نعطوا مواضيع عامة بدنا نتخصصوا في مواضيع تربوية فقط، نجيبوا في ضيوف متخصصين في التربية، وفتحنا نادي للقراءة نقرأ فيه كتب تربوية ونسجلوا فيها، فنقرأ في الكتب مسجلة وننشروا فيها، يقدر أي حد يسمعها ككتاب صوتي أو يقدر يسمع نقاشات لها برضو، فنساهموا بنشر محتوى ونضربوا أكبر عدد من العصافير بأقل عدد من الحجارة. جميل. وفي مشاريع أخرى زي مجال تدبر القرآن الكريم، وفي بعض المشاريع اللي على أرض الواقع يعني كان أولها هو تشبيك أو ربط بين عائلات يشتركوا في القيم، بعد ما تواصلوا معنا بعض العائلات بارك الله فيهم يبحثوا عن من يشابههم في القيم باش يقدروا يخلوا صغارهم في بيئة مناسبة. تمام. فحاولنا نربطه يعني مع بعض العائلات والحق كانت ممتازة جدا. يعني قدروا يطمنوا للبيئة اللي هم قاعدين فيها، انت عارفين المدرسة والشارع وهذه كلها اي حد يعني يقعد يقول انا ولدي ماشي تمام مع من بيقعد، من بيصاحب من كذا. هذا كلام جميل جدا. ايه. حقيقة حنرجع لك أنس، لكن بعد ما أسأل حذيفة من حديث أنس فكرة دوائر التربية. يعني انت عارف غالبا الاب هو المربي ولا الام هي المربيه ولا الاخوه اللي في البيت هم يعينوا في التربيه ايضا، في نظرك حذيفه من المربي الفعلي للابن مثلا؟ صحيح سبحان الله. طبعا المربي الاول اظن هي الام طبعا، والله اعلم يعني اكثر شخصيه متعلقه بالابناء واكثر شخصيه حتى فيسيولوجيا وعاطفيا وكذا، الابن يتعلق بامه زائد الاب زائد الاخوه دائره الاخوه. لكن سبحان الله كل ما تكبر الدائرة هذه وكل ما يكون تأثير الدائرة هذه أكبر، كل ما كان المجتمع في حد ذاته صالح في ذاته ومؤثر في الآخرين. وتلك شخصية البطل. وتلك شخصية البطل. إذن فريق الفتية من يرشح؟ ما زال لاعبين من لاعبين الفتية. حذيفة الله يبارك. شيباني حذيفة. شيباني والله شيباني. طيب حذيفة أنت تعرف اللعبة وانت رجل دكتور ومحترم وكذا، نعرفك ما تديرش هالعمل يعني. صحيح. فارجوك ما تشوفش في داخل. هاي بسم الله الرحمن الرحيم. ولو حد منكم تكلم حنخصم الدرجه. مش حد هي في النص تقريبا. حد تقريبا يشبح عادي خليه يشبح راسك فوق. انت ناويين يا اسامه اليوم؟ ناويك انت شخصيا والله بتبعت نقدك من الصبح. طبطب عليه طبطب عليه اسامه. هاي الله يبارك حذيفه باهي. حذيفه كويس. لو ما لقوهاش بنعطيهم الدرجه. عادي كانت تقول له نوضوا روحوا وقابزوا في دياركم خير. هاي قيتها. إن الأبطال إن الأبطال إن الأبطال يا نحن الروسة جوين هاز بالله النظارة تعكس راه
شوف فوق لو سمحت. والله ما شوف عادية والله. أيوة هي. تفق معنا يا. أيوة هي. لا مش هي. شيء طلعها بنعزقها. هاي يقول لما يشد يا جماعة. فتش معنا. والله ماني عارف. خليني نحن. شوي عليك يا رجل. شوي عليك. مفروض في تايمر. آه توه يقول لي. في تايمر. 8 ساعات. هذا هذه هي وصلت. لحظة. شوف معك من هي ولا نساعد. والله اللي شوف من تحت النظارة. والله اللي ماشي. هو شوف من تحت النظارة. والله نشوف. نزلت تحطوا حاجة ولا؟ ما يمكن فاهم معاه. دورة. تيشن حطينا ضمة. سامة كأنك ساعة شوي. سحرب. حتى سامة يدور ما لقاهاش. حتى سامة يدور ما لقاهاش. را تطلع لا شيء هي اللعبة أكثر لا 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 شيء شنو هذي شنو هذي أنت دو لا لا مش هذي ما نعزق عليه ما نعزق أنت طبيب أكيد تعرفها عاد الأطباء يعرفوا حاجة تانية حذيفة يفكر حذيفة يراجع في منهج الطب كله بادي مش شرنقة باكو بارادول تمام حط ما طلع حاجه تمام تمام طلعت اسبح فوق شنو هي الحاجه تعال اوراق تقول لك تمشي الله حسام اربعه الله وتلك شخصيه البطل اذا فريق الغيث فريق الغيث انا حاولت نساعدكم لكن عادل اصر انه يحط لكم الضب لكم انتم من اللي يجيب يطلع الضب؟ تفضل قيس. ينحي النظارة. كيف علاقتك مع السحالي والزواحف؟ نقرأ الورد ونقول يلا. لا ترفع كلمك شوية أحسن. لا لا عادي قيس يدير ما يبدي برا روح. تفضل. صار يزرع ويداوي. ما هوش مزين راه. أي من فضلك تتلفت. بسم الله توكل على الله. ما حد يتكلم يا شباب. انت بسم الله القاه الضب بالك يا رب غادي يا عادل ما تطلعهاش اشبح فوق عشان ما عرفهاش دي وحاول تخمم اشبح فوق ما تضغطش علي يا عطل يا عطل مسمار كبير اجابه صحيحه اي وقول بعدين ضغط هو ضغط راه ايوه انا بنعطيه الاجابه لكن يلا هو ضغط وعارف هو قال مسمار صح ولا بنعطيه الاجابه عندنا مشكله اجابه صحيحه اجابه صحيحه لكن تقولوا له ضغط يلا وتلك شخصيه البطل اذا من فريق السراي دكتور عبد الله تفضل يلا ان شاء الله وانا بقري والله اللي كلم مشاهدي لو سمحت جميل إذن الدكتور عبد الله من فريق السراي حيخمن الايثم هذا من فضلكم ما فيش حد يتكلم يا شباب لا لا من فضلك شوف ايش هاي البنات موفق يا دكتور ها جبت لنا كلاب شو بس المفروض انك لقيتها ولا ايوه ما تطلعهاش من فضلك واشبح فوق ما تشبحش لوطه وحاول تتخيل شنو هي كأنه شد غيمة هي حيوان زاحف منقرض منقرض؟ من الزواحف المنقرضة نعم ترى انت الصوت احنا بأسافر اللهجات يختلفوا اه؟ اللهجات يختلفوا نحن نسمو فيها محاية لا 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 طلعها هات هات هو قال يسموا فيها محاية لكن احنا نبو اسمها الحقيقي بصراحة احنا شنو نقولوا لها شنو محاية هاي بالشرقاوي تقولوا محاية كيف محاية؟ محاية نقول كيف محاية؟ ربر ريزر ولا ربر؟ ربر يا شباب بالغرباوي شنو نقولوا لها؟ محاية محاية سهلة علاش انت تخيلت ان الموضوع مختلف في 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 عندها اسماء ثانية انا ربر لا في تفضل عبد الله شكرا لك اذا 10 درجات لفريق السرعة مساحة يا عبد الله مساحة يقولوا مساحة صح هيا عليوة وتلك شخصية البطل إذن المتسابق الأخير من فريق الفتية الله يبارك ما شاء الله هم عارفين الحاجة الأخيرة دي ما هي الحاجة اللي تعض فورطوا فيها أحمد مسكين في دكاترة ما شاء الله أحمد نعطيك سر صغير بونتو في قيس الحاجة أنا حطيتها في النص فما تحاولش تدور هلبة في جناب لأنها ممكن تريح تفضل توكل على ما تشوفش الصندوق أيوة ما تشوفش الصندوق
من فضلك ما تطلعهاش من الصندوق لما تلقاها. تو تكلم تكلموا يا جماعه. تو تكلم. اي عادي انا قلت لهم تكلموا. اسكتوا. عاودوا قولوا في النص في النص في النص في النص في النص. اشبح فوق اعتز بنفسك اطلق ما تطلعهاش حط راسك. شنو هي هذيك بائعة الكبريت؟ بائعة الكبريت جميل هذا قصيدة العشمق. بائع شنو الحاجة قلت؟ عود كبريت. عود كبريت والإجابة خاطئة. خاطئة. وتلك شخصية البطل. إذن فريق الفتية كمل محاولاته وما زال محاولة واحدة للشيخ علي من فريق الغيث تفضل علي وما زال عندنا محمد بعرة من فريق السراء عليوة. بسم الله بسم الله. أنا أظن أنه عندك أذكار وكذا يحموك من الأفاعي الثعابية. إن شاء الله. طيب بتقيم كمك ولا لا؟ لا مين من فضلك ما تطلعش الحاجة من الصندوق وما تشوفش للصندوق لو سمحت. واحد اثنين ثلاثة جو. الله يبارك فوق لو سمحت. اشبح فوق شيخ علي. يا سلام تأمل البحر ما احلاش. رايك في البحر جميل صح؟ الأمواج جميلة. علي تعضك ما دخلنيش فيك. مسها بحذر يا علاوة. علاوة لما تعرفها حول ايدك طلع ايدك من الصندوق. تمام تمام. طلع ايدك من الصندوق وقول لنا شنو هي. الشيخ علي متردد. انت مش لازم تقول نوع الافعى. قول هي افعى وخلاص. كوبرا مش كوبرا ما يفرقش. ما تطلعهاش من الصندوق من فضلك. خيط يو اس بي. خيط يو اس بي. تقدر تخمن خيط شنو هي؟ اجابه صحيحه. خيط شحن. تعرف هو علي خيط شحن لكن نهايه هذه ما عرفتهاش. هذا علاش علي بيك تقول شحن بتاع الساعه تو ندري عليه. ما عندي ساعه ولا ساعه الكتروني. لا لا ما عندي ساعه الكتروني. دقيقه ما قالش انت ساعه وحسبوها عادي يعني صحيح. شباب عندك اعتراض يا طيب التفكير. وتلك شخصيه البطل. اذا ما زال عندنا المتسابق الاخير في مسابقه خمن ما في الصندوق واحنا خلينا الحاجات المرعبه والحاجات الخطيره للأخير. أخونا عادل الزرقاني كان مجهز لنا حيوان مفترس بإذن الله ما يؤذيش أخونا محمد بعرة. تفضل أستاذ محمد. محمد بالله محمد حضرتك مهندس مالكش علاقة بالحيوانات الأليفة. جايبين لي أنتم حاجة طبية أنا عارف يعني. باي من فضلك زي ما اتفقنا ما تشوفش في داخل الصندوق. توكلنا على الله. هاي 3 2 1 جو. شوف فوق. شوف فوق من فضلك. لا في النص محطوطة في النص. يا سلام. بسم الله. شوف فوق لو سمحت. شنو هذا؟ شوف فوق لو سمحت. هي ما تعضش. هي أليفة. هي أليفة ما تعضش. أنت تقول لنا شن هي وشن لونها وأمتى صنعت؟ لونها قهوية. إيه. باهي لكن أنا ما نعرفش اسمها. والله العظيم هي خيط ملفوف 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 ملفوف. ما نعرفش حتى شنو يديروا بها أنا لكن نعرفها نشوفها في التلفزيون وكذا. هي خيط ملفوف. لا بعرة خلاص اكتفي يا بعرة. لونها قهوي تقريبا. استنى. لكن اسمها والله ما نعرفها. كومت كومت سموها كومت مثلا خيوط. استنى قيس نحسبوا لها درجة. تمية. إذا هذه حتى عبد الرحمن نقولها لنا. هذه لولا زعلانة. ما نعرفش حتى ليها اسم بالفصحى. كم كورة الخيوط مرة نشوفها لمية يعني. هذه المرة هذه يعني. ما طالع على لبستكم. بارك الله فيك. بارك الله فيك. إذا عفوا محسوبة له قيس قال تنحسب جدا. وتلك شخصية البطل. النتيجة في ختام هذه المسابقة الفريق اللي جاوب على كل الأسئلة هو فريق السراء. سراة سادة للأمة قادة كلها بأول نظم إنها اليوم بسعادة. عذرا يا فتية نحن هنا أفسح يا غيث للقادة. يا سلام 40 درجة. الفتية بثلاثين درجة وفريق الغيث 90 درجة وتنقنيقة من قيس. شكرا جزيلا لكم يا شباب. شكرا جزيلا أعزائنا المشاهدين. كانت هذه مسابقة خمن ما في الصندوق. زي ما نقولوا دائما عندنا هلبة مسابقات وهلبة جلسات ثقافية وهلبة مسابقات رياضية وفكرية. كونوا معنا دائما في برنامج شخصية البطل. إلى اللقاء.
وتلك شخصية البطل، وتلك شخصية البطل. مصر، مصر بالمناسبة جنوب افريقيا راهو مش فايزة، هي مش محسوبة. المغرب، المغرب ايضا مش فايزة. جو هيد، لا يا هاي سمي سمي مزال، هاي سمي مزال واحدة. هيا الجزائر، هيا الجزائر، تونس. بكم سنانا قد اكتمل، والحب منكم لنا وصل، والعز زاد والليل زال، والفجر بعد الدجى أطل. وتلك شخصية البطل، وتلك شخصية البطل. روح الشباب لها انتسابي، بها فؤادي قد اتصل. هم الحماة، هم البناة، هم الرجاء، هم الأمل. وتلك شخصية البطل، وتلك شخصية.